عشقة ولا بكيت واللي تزوق زوق 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 فترة غلبت على قدرة وقيت واشي عشقة ولا بكيت واللي تزوق زوق 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 فترة غلبت يا ويل ويلي 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 يا ويل مل عيني مل عيني مل عيني يا ويل أبو حمدي لا تلج كتير لا تلج كتير ما بحب اللج بتعرفني خلاص قلت لك تقبرني ما بطول يعني ما بطول ايه ما بقى علي غير جلي جليان هلأ رح أفوت على المطبخ لبين ما أجلي الجليان بيكون كل شيء انتهى والأكل استوى ايه فهمت عليك بقى ايه كتار تعا شوف بعينك لك مو تاركين لا صحن ولا شوكة ولا معلقة إلا كلهم وصخينه ما في واحد منهم بيشطف كاسة الله يصلحهم ويهديهم إلهي شو بدي أعمل مجبورة فيه أخي ماله غيري لا والنصيب إنه خلفته اللهم صلي على النبي كلياتهم صبيان يعني لروح شوف الطبخة الله يرحمك يا مرت اخي قلت له يا ابو حمدي والله قلت له امبارح لساني من كثر ما حكيت وهو لا بيصد ولا بيرد يا ابو حمدي بتعرفوا عائل وحكي قليل شو بدي اسوي ايه رح يصلى سنه بديار الحق لك بعرف انه انا اخته بس انت احسن اذا قلت له انتوا رجال تتفهموا على بعض لك شبك ابو حمدي ما عم تفهم علي لطيف شو بتقرب يا على قامتي عليك لك يلا قربت خلص قربت طول بالك شو قله رح تمر لعنده ولا يمر لعندك هو لا رح اقله انك رح تجي لعنده المساء مشان تلعبوا دق طاولة ايه منيح 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 ايوه لك لا يا على عيونه المقوصين بيكونوا مشغولين ان شاء الله بيشكل قاسي بيقعد المساء لحاله اضرب يا بيفتح التلفزيون يا اما بيقرا جريده ايش بده يعمل يا حصلتي وينك ابو حمدي حطه تحت الامر الواقع ها يا لقمتي لهلا لسه ما فرح بشباب والزلمه ايه بعدين الحي افضل من الميت ايش بده يدفن حاله بالحياه ابو حمدي ابو حمدي وهتترك له فرصه يفكر يقول لك بعدين وبنتفاهم وخليها لبكره وعها بتعرف بزعل منك يا معاك الله يكفيك إيه؟ أنا عمتي كيفك يا كيفك عمتو؟ مشتاقة لك حبيبي يتقفشي قلبي أنا روح أبو حمدي روح هلا بلشوا يجوا الشباب خلص قلت لك ما بطول إيه محمد رسول الله يلا
هلا انت سمعتها بإذنك اكيد. هي وحتى بالعلامة ان عم ابو حمدي جاي لعنا اليوم مسا مشان يحكي مع بابا، قالت له ما تخلي له مجال. يعني رجعت تزن على نفس الموضوع. فتحي وهي كيف حكيت قدامك؟ ما حست علي، مشيت على روس اصابعي صمت عليها. لك ما رح تبطل العادة، ما رح تبطل العادة منو؟ اخ بس لو ما كان هذا الموضوع كنت بلبصت عيونك. هذا بيتنا فانتاستيك. ها مرحبا عمي انا اجيت. اهلين وسهلا صبوح. اهلين تقبرني، دقيقتين بكون الاكل جاهز. اي حبيبي يلا. خزيت العين عليك ما فيك شي سليم، بس سلم علينا. شلونا؟ هلا هات لك بوسة ابو الفتوح. شوفي عمتك. عمتك انت في شبهها؟ ما شبهها شي، بس سمع فتحي عم تحاكي جوزها مشان ابوك. لا تكون رجعت تفتح الموضوع القديم. هذا هو، واليوم ابو حمدي جاي على البيت ويفاتح ابوك في نفس الموضوع. احكي له فتوح، احكي له. وينكم يا شباب؟ بتعوا ساعدوني شوي. يلا عمتي جايين جايين. خد نفس زفور، هلا اسرع. خد نفس زفير كمان، خد نفس. وبعدين؟ بعدين احكي شو صار. شو بدي احكي لك عمتي؟ شو بدي احكي؟ احكي لنا شي قصه عمتي مشان نتسلى. ايه روح هلا وقت القصص انت التالي. هاي الملوخيه استويت وهي الدامية استوي، رح اشقلكن على الرزات. وهي الرزات دقيقتين وبيتهدوا. شوفوا عمي هاي عنكن اكل ليومين. على محلك على الصحن لتنقروا. ما حصر له شي. ايه اسكت انت الثاني. عمي الله يرضى عليكم، كل واحد بيستعمل صحن ياخده بيجلي، ما بيعودوا بيتكوم عنا كل هالجلي. مو هيك؟ مو فاضيين عمتو؟ عملوا دروس. لا فالحين خزيت العين وشرها. الا انت اوعى تحكي، يلي بيسمعك عم تحكي هيك بفكرك اخذت البكالوريا من اول سنه، وانت لك ثلاث سنين عم تنح فيها. عم تعيريني عم تقدام الشباب؟ لك لا تقبرني والله مالي عم عيرك، بس انتوا ارحموني شوي. انتوا بتعرفوا انه في عندي بيت تاني انا عم بشتغل فيه. شو علي اذا الواحد ممكن الوعي اللي بيستعملها غسله بيصير شيء؟ وقفوا لشوف قديش الساعه. ورجيني يا على قامتي، صار الساعة 2:15 يا شباب، ولهلا ابوكم ما اجا غلي قلبي. عمي اذا بدك تروحي روحي. ها عمي ما في مشكلة، لانه البابا بجوز يتأخر اليوم. لا مالي مستعجلة، قاعدة لاني عاوزته هلا لبين ما تخلصوا السلطة وتبلها انا، ان شاء الله بيكون اجا. شبك انت التاني عم تشمشم الصحن؟ ما في شي عمتو، بس كأنه الصحن زفير. زفير يلعين، بحياته ما حدا حكى على جلي. ورجيني. ايه والله ايه معلوم، تاركينه ثلاث ايام وسخ بالمجلى. حطه هنيك، هلا بعمل له جليه تانية. ورصاص انت وياه عم تتكركروا مو؟ يلا اشتغلوا بالسلطه، هلا بيجي ابوكم. وينكم يا اولاد؟ يا اولاد اهلين وسهلين، تقبرني هالطله. جي يلا دقيقه وبتلاقي الاكل جاهز. الله على الملوخيه يا اختي، ذكرتيني بالوالده الله يرحمها. ان شاء الله تعيش تقبر قلبي. دقيقه بس عم بسكب الرزات وراح اجيب لك اياها. بس يا ولد ان شاء الله الهي الف هنا. يا لقامتك يا لقامتك، رعبتني على عيونك. بس يا ولد هي عمتك واختها. اختي نعم. ما تعبي معنا والله، مو حلو يعني تطفي الاكل وما تدوقي. لك تقبرني ما بتعرف صهرك، انه ما بتجي قابليته لكون جنب منه على الطاوله. ايه اخي اتفقت انا وصهرك ابو حمدي على بينا انه اليوم المساء اذا الله راد وما كان عندك شيء.
بطنك اذا الاكل مو لك بطنك مو لك يا صحة صحة صحة, 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 صحة على مهلك على مهلك يا امي الله يبارك على مهلك معقول على مهلك خود اشرب مي نسي سمي بالله واشرب راحت عمتي راحت ايه اشرب شوية مي شوي شوي غير شكل شراب كمان يا ابني شراب شراب الحمد لله اللي بدنا يا صار سلامة ايه اخي شو كنت عم اقول لك اتفقت انا ابو حمدي انه اليوم المساء اذا كنت انت فاضي بده يبعث لي حمى منك لك ما تنتبه لفتحي هلا خلص التنظيف وين انا شو وين انت قوم شوف معط الدنيا لك والله لكت لكت اخي الله يخليك نبه على اولادك اذا بيستعملوا شيء صح خليهم ينظفوا في شيء هي لك يا ابني خلي عقلك بالاكل وانت عم تاكل هي عمتكم حرام عليكم لك عم تقوم ببيتين لك ساعدوها شوي قوم الله يصلحك ويهديك قوم يلا يلا ايوه ونغير اوعيك ايه طول بالك تعا معي غير اوعيك وحطهم بالغساله تعا شبك روح اوعي اخي صارت الساعة 3:15 أنا تأخرت تقبرني بس قبل ما أروح بدي إلك إنه صهرك أبو حمدي اليوم المساء جاي لعبك دق طاولة لا يو شو طاولة ما طاولة أنت التانية عفوا قصدي يعني بابا جاي لعندي رفيقي أنا اليوم مشان ندرس سوا أي بابا وأنا كمان وأنا كمان خلدون جاي لعندي مشان يشرح لي شغلة وأنا كمان بابا بكرة عندي مذاكرة بدك تدرسني شو صار لكم أنت انا مالي رأي بهالبيت لحالك عرفتها يا بابا وينك اختي بتقولي لصهري يجي لعندي باي وقت وانا بانتظاره بس يا بابا بس يا بابا كلوا واسكتوا ولا كلمه انا شبعت الحمد لله بدي معك صبحي وانا شبعت نسيت لك اخي في وجبه بالغساله طلعوها من الشروع وكنت نسوها شوفي اختي فهماني شيء لا مالي فهماني له يجي ليه له يجي شو راحت راحت اي ساعه ساعات معنا حلو معنا وقت اخي لازم افكر بطريقه نمنع الزياره أنا لقيتها بتروح بتخبر فيها خلدون بتقول له اجي لعنا بحدود الساعة 8:30 لا مو 8 يعني 8 بيكون كتير منيح وبتفهمه كمان إنه ما بيتزحزح من هون لحتى يقحط المحروس أبو حمدي أخي قلت لك معنا وقت بس بركي في طريقة نمنع الزيارة من أصلا فتوح؟ تعال لا انت لما بتخلي ابوك يدرسك بتقول له عندك وظايف والمساء بدرسك شو فهمنا المساء كمان خد نفس زفور احكي المساء برافو عليك خير بلاقيكم مجتمعين الطش والفش والربحي وان شاء الله هالجمعه على خير هاي ايه معلوم على خير عم ندرس بابا عم ندرس كلكم هون هلا كلمة منك كلمة منه ما حدا بدرس إيه معك حق يا بابا والله معك حق أنا رايح على غرفتي أدرس تعا فتوح تعا حبيبي مكو لفتحي أنا بدي درسه أبي من زمان مش يدرسه أنا ولك عنده مذاكرة أنا بدي درسه انفحم قلبي على ما درسه ولك روح على غرفتك خلصتها بقى ليه؟ هلا تذكرت بابا بعدين ما تدرسني إنه هلا عندي وظايف إيه ولو عطلك شوي وانت صبحي بيك عود دروس هالسنة اخر سنة بتقدم فيها بكالوريا وقال لي بسحبوك على الجيش امشي فتحي امشي امشي رايحين نشر غسيلنا انا اسف كتير يعني صار فيها القصة نشر غسيل يسلم لي خلقي انا فش يلا احسن من ربحي فش ربحي ربحية ربحي
الو ربحي، الو ربحي سمعني. صبحي صبحي خير؟ شو في؟ اخذ فتحي ليقبروا، اخذ فتحي ليقرروا. يعني ما ناقصك شي بالمدرسة؟ لا بابا. ودروسك ماشي؟ ايه بابا. ايه الحمد لله حبيبي الحمد لله. فتحي؟ نعم بابا. شبكن انت واخواتك؟ ما بنا شي بابا. شايفكن ملبكين وقعدتن مع بعض مو طبيعية. ما في شي بابا. انا ابوكن وبعرف كل شي. حضرتك بتقع من على الكرسي بتكب صحن الرز على حالك، وربحي افندي بغص والتاني نازل من تحت الطاوله نعوره. انا شفتكم وبعد شوي بتدخلوا على الاوضه وبتقرقروا مع بعضكم، وواحد جايب رفيقه ليدرس معه وانت عندك مذاكره. بقى يعني شغلي مو طبيعيه هيك ولا مو هيك؟ ما بعرف بابا، انا لساتني صغير. شوف يا فتحي، يعني انا بحبكم تجتمعوا هيك والله لا يفرقكم، بس قل لي ليش ما بدكن عمو ابو حمدي يجي لعندي اليوم؟ يعني في شيء انتو بتعرفوه وانا ما بعرفه لك حبيبي. الو ربحي، لك ربحي. الو الو فتحي. الله والله لك فتحي. اوعك ما تجي، اوعك. لك ما في لحد هلا، ما فيني، ابي نايم جوا. المهم انت لما بدك تجي لعندي اساس عم ندرس لك تم ابي. ايوه ماشي الساعه 8. يلا تاخر، الله يسرك هالتاخرة. باي. لك شبكه تركين دي بخبر كان بعدين، ليش ما عم ترد على هالبطيخ؟ لك بلا شبك طيب. شبك اذبح وانا غنو. لك عم بحكي مع خلدون عشان تدفع الجية. ولا فصعون ليش ما عم ترد على التليفون؟ اتركني هلا. اتركها. شو بالظاهر قرر ما؟ قرروا قرروا بس ما قرر. لا ولا قدع، لا قدع لا اخوك لا. اخ يسلم لي الوش فتيه انت، تعال عندي. اه يا ابو ضاي، اه يا ابو ضاي استكفيتها اليوم. وينه هلا؟ نايم جوا. معناتها اسمعوا وشوفوا شو لازم نتفق ونعمل. هات لشوف. فتوح اترك لي هالكمبيوتر وندار لعندي. يلا فتوح، اذا مو مشاني مشان ماما. شوف فتوح، هذا بالظاهر عمتك وجوز عمتك ناويين يجوزوا ابوك، ونحن متفقين من لما توفت امك الله يرحمها انه ما في مرة بعدها بفوت على هالبيت. شلوني معك؟ فنحن ما لازم نخلي ابو حمدي يقعد مع ابوكم ويفاتحوا بالموضوع. تمام؟ افهموا علي شو لازم نعمل بابو حمدي لما بيجي على هالبيت. السلام عليكم. وعليكم السلام. ليش عقلك صغري؟ لسه مصر ما تطلع بالاسانسير؟ يا اخي انا بخاف الاسانسير، بخاف تنقطع في الكهرباء، ما تزيدها. ايه ليك الكهرباء مو مقطوعه؟ ايه بدها تنقطع، الا تنقطع. ايه تفضل تفضل. خذ من عمي، خذ عني. يلا. هدول 3 كيلو نابلسيه، اشتهيت لكم اياهم تتحلوا فيهم. يا الله يحلي ايامك، ما في لزوم، خير الله موجود، ليش عذبت حالك؟ ما في عذاب، خير الله وخيرك. ها؟ وهي الطاولة؟ مو ناقصة إلا الشايات. والشايات على النار. خليك بابا. أهلين عمي أبو حمدي. أهلين عمي صافي. أنا بلقمه وبجيب لك إياه للأبريق. خذ من إيد أبوك هالنابلسية، خذهم. يعني الشاي بالأول ولا النابلسية؟ الشاي أولا. لعيونك.
بعد اذنكم شوي. شرف تفضل. يلا يلا تقي زهرك لشوف. قليظة شوي. هات لنشوف. شو رايكم نحط له درة ملح انجليزي بالشاي؟ لا بلاها ما حلوة. طيب ونوم كمان بلاها. اخي خلونا على خطتنا القديمة. فتوح انت روح عطي ابنا ليقوم ندخلوا بالموضوع بسرعة. وهي شارسي راحت عليك يا ابو صبحي. ان شاء الله الولاد ما عم يعزموك. دوشيش وهي طلعنا. شو سألت يا ابو حمدي؟ عم بقول وهي دبش. يا سلام يا سلام. معزمينك الولاد بهي؟ الحمد لله امورهم ماشيه. هي جاريك بس بالدراسه لا وتشد ايدك، اما بالبيت بيضلوا شباب ما له سالي. واختي محمدي الله يقدرني على مكافاتها متاركتني، مو ناقصني الا اطمن على دراسه الاولاد. الله يطمنك يا ابو صبحي ويهدي بالك. ان شاء الله بتعيش وتشوفهم باعلى المراكز. بنجك يلعنك ما اغلظك. ليه للزهر مو له. ابو صبحي بدي اسالك سؤال يعني بلا مؤاخذه، انت مالك حاسس انه ناقصك شيء؟ مثل شو؟ ما فهمت. يعني البيت بده اشياء. احلى كاسه شاي لعمي ابو حمدي. الله وكيلك عملتها مخمره مثل ما بتحبها. تمام الله يسلم هديات. الله يسلم. ان شاء الله بتاخذها. شو هي؟ البكالوريا. ان شاء الله بناخذها. يعني بتعرف عمي الادبي بضله احسن من العلمي. اصلا انا ما كنت انضرب الا بالمواد العلميه، يعني رياضيات، فيزياء، كيمياء، جبر. الله يفتح بوشك. حاجة حاجة سكر بكفي هيك. انت شد همتك قلي ابتكالك على الله. داخل البكالوريا بإذن الله. ما تلعب أبو صبحي. أمرك أبو حمدي. وين ابنا؟ تفضل عمي أبو حمدي، هاي أحلى كاسة شاي. شيشك يلعنك ما أغلظك. لك مو لا كان إله؟ لا للزهر. إذا للزهر معلش. إيش يا؟ يا سلام على هالشايات، شو طيبين. بنجوسي يا الله طيبين. شو صبحي؟ شو ما عندك دراسة؟ قوم حبيبي قوم لا تعطل حالك معنا قوم. لا عمو أنا يعني عم باخد استراحة، حابب اشرب كاسة الشاي هيك ومخمخ واتفرج عليكم. استريح عمي استريح، لكان الذهن بيتعب من كتر الدراسة. ما هيك أبو صبحي؟ شباب ما تحكي. اتركني بهمي، ما في قدامي غير انه افتح لك الدوم. يلا امري لله. ايه ابو حمدي شو كنت بدك تقلي على البيت وما بيت شو؟ ها بعدين ابو صبحي بعدين بعدين ابو صبحي. وهي مسكناك على الدوم ما بتسلم ابو صبحي؟ كنه سخن الشاي. شايفك عم تشرب على مهلك.
بدي يرزقني. شو جابها؟ وطي صوتك فتوح، بتحمل حالك على اساس رايح على الحمام، ايه بتوقف هونيك بتعطي اذنك بتتنصت عليهم، بس تسمعهم بدوا بالموضوع اوام تجي بتخبرنا. يلا قوم هيك فتوح انزيل، يعني هيك قبل الطاولة. وين رايح؟ عالمطبخ. وين كنت؟ روح لا يوفقك يا فتحي. شو رايح على الحمام ورايح على المطبخ؟ قوم، صارت الساعة 9:15، ليش ما اجى خلدون بطيخ؟ يا حبيبي هلا دقيت له من تكة وقالوا لي انه طلع، بعدين ما كان في لك دبلك 5 دقايق ثانية؟ قديش بدي اقعد معهم يعني؟ إذا ساعة ضليت اشب كاسة الشاي، زلطت الأبريق كله. روح احكي معه لخلدون. ما في حدا عم بيرد، معناتها اكيد طلع. الله يسواك يا خلدون. لك ليوم ما يجي. لك لا شو ما يجي؟ هلا ما بلاقي غير غمط ما عم يدق جرس. بعدين فتوح قاعد برا. ليوم ما ينتبه. فتحي؟ هاي. لك حبيبي فتحي اشطر مني ومنك. كل سنة الله أحلى. لحظة شو يلا بابا مشان درسني يكون عندي مذاكرة. هلا مو شايفني عم بلعب مع عمك ابو حمدي؟ قلت لك الدورت على درسك ما رضيت. كان عندي وظايف. اذا بدك تدرسه من اجل اللي بعدين معك. لا لا ابو حمدي العاب العاب. فتحي حبيبي روح على غرفتك، دروس هنيك واخوك ربحي بساعدك. ربحي وصبحي مو فاضيين عم يدرسوا. طيب روح دروس بغرفتك واذا لزمك شيء تعسلني. لا بابا انا بدرس هون، واذا بدي شيء بسألك. يا يعني ما بدايقك لعبنا؟ لا بابا ابنو شو زايقني؟ لعب ابو حمدي؟ ايه ما قتلني. شو حكيت انت؟ تشيك محظورة ابو صبحي محظورة. فتحي حبيبي قوم على غرفتك دروس هنيك وانا بعد شوي ندق لك. والمذاكرة؟ لك شوي. واذا اخذ ضعيف انت بتكون السبب. لا ما راح تاخذ ضعيف، منسهر شوي ومنعود. قوم حبيبي قوم. يسلم لي هالطول الله يوفقك. روح. ايه ابو حمدي ايش فينا لوحدنا؟ تفضل احكي. ما انا اختك ابو حمدي اتفقنا. بابا ليش رجعت؟ زيت مقلمتي. اه ايه تاخد تاخد يا حبيبي تاخد. الله يوفقك الله يفتح عليك. رايح الأوضة. رايح. عين الله حوله، عين الله تحرسه، وين راح دق على الخشب؟ اللهم صلي على النبي. هالصبي هاد عقله أكبر منه بكتير. إي نعم. نرجع لحديثنا يا أبو. تفضل. أنا اتفقت أنا وأختك. احكي يا أبو حمدي، ليش سكتت؟ المحروس. فتحي ليش رجعت؟ ربحي قافل على حاله الباب وما عم يفوتني. افتح له يا ربحي افتح له. اجا خلدون. لك هذا انت هون؟ لك ليش دخلت؟ سكوت يا ربحي سكوت. مين بابا؟ هذا خلدون. فيه بابا مرحبا عمو. اهلين عمو. مرحبا عمو. اهلين وسهلين. اهلين. ليش تاخرت؟ اما شو حادث يا ربحي فظيع. حادث شو؟ وانا نازل من البيت عمو، نحن ساكنين مساكن برزه مسبقه الصنع عند اشاره حاميش، الاشاره مفتوحه بطلوع وفي سرفيس طالع، والطريق اللي جايه من مساكن برزه اشارته مسكره، ولا بتمرق لك سياره مرسيدس حكوميه ماشي على 150. لك انا 150 قول 200 ولا تخاف. اش
200 يا لطيف. قطعت الإشارة بهاللحظة، كانت إشارة اللي نازل من مسبق الصنع فتحت، وبالصدفة نازل شحن، قام الشحن والمكر اللي طالع بيقطع الإشارة على الأصفر، والمرسيدس 230 اللي جاي مأسرعة وخبطوا ببعض. ويا لطيف على هالمنظر. بس إن شاء الله ما يكون راح حدا. أنا حدا يا عمو، أنا حدا. إيه ما ضل حدا بالأصل، ما نفد منهم مخبر. والتمت لك العالم وما بقي سيارة إسعاف ما أجد، وسيارات الشرطة المرور والعادية والعسكرية. لك مو السيارة حكومية؟ تعرف ربحي اللي كان سايق السيارة قديش بطلع عمره؟ 14 سنة، يعني من عمر أخوك فتحي. كان مركب جنبه ثلاثة رفقاته، طبقت عليهم السيارة بالزور بالزور يا عمو حتى سحبون. والعياذ بالله. لا والألعن من هيك، المكرو كان ملان، العالم فوق بعض البعض، كمان اتكلوا وسلموا النمر. ما في غير شوفير الشحن هو الوحيد اللي نفد. صاين صاب كم جرح، بس الحمد لله جروحته مو خطيرة. ونحن نشيل بها العالم ونزت بسيارات الإسعاف، نشيل بها العالم ونزت بسيارات الإسعاف. لك صاي سيد خبركم، سيارات الإسعاف ما اجت إلا بعد نص ساعة، بس الحمد لله وصلت بالأخير. بس يا لطيف شو منظر، شي بيقشعر البدن. وبعد ما ساعدنا رجعت على البيت وبدلت تيابي. آخ يا ربحي لو تشوفها مليانة دم. لك حتى أمي لما شافتها غطلت وفكرتني منصاب، مشان هيك تأخرت عليك. إيه الحمد لله على السلامة. قوم ربحي خد رفيقك ودرسوا بغرفتك. بندرس هون أبي، بندرس هون أحسن. ما أحسن؟ حبقول على غرفتك يعني على غرفتك. قوم حبيبي قوم، قوم خلدون معقوم. يلا حاضر عمو. وأنا وين بدي أدرس؟ أنت أنت روح على غرفتي ودرس فيها. يلا شلون؟ لا تقلي تلفني عندك على الهوى وحياتك. لا أصلا لما كنت عبرني الجرس ما كانت بزيني أخي. تركنا مسيرة هلا لسه طق 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 طق، خلونا بموضوعنا. يعني بركب معي تقمن لاقي لنا حل لهالمشكلة. إيه نحنا أدفنا على غرفتي وفتحي أدفعه على غرفته، ما في غيرك دبر لك حل. إيه أنا بدبرها. إيه؟ إذا وقع القدر عميل بصر كله بسرعة. والله ما عندي نفس ألعاب. اتركنا من قصة الحادثة أبو صبحي، خليني أحكي جوزينا الكلام اللي جاي من شأنه أنا قبل ما حدا يدخل علينا. لأنه مثل ما سبق وقلت لك اتفقت أنا وأختك أم حمدي. يا لطيف الله وكيلكم تلفت. ايش هو الدراسة هاي؟ بزر مخي نشف من كتر الدراسة. مو منيح هيك، مو منيح. هذا يا عمي ابو حمدي. عفوا بابا، علاش اذا تفرجت على التلفزيون في فيلم لميرل ستريب عمي ابو حمدي بالقمار الثاني شي بيطير طبعات العقل؟ قول تفرج عليه. انت شو جابك لأوضة اخوك؟ انا من الاول عم بدرس بغرفة ربحي، من لما طلعت على المطبخ مو كنت بالحمام. وانا اخي ابو صبحي بتسمع لي بدي امشي بقى. قاعدين عمي ابو حمدي. الى وين سهرين؟ لسه بكير. حلو بكير، صارت الساعة 10:15. 10:30، 10:30 هي الساعة مقصرة. اسيدي 10:30 ولبين ما نوصل للـ11. وبعدين انا وينها؟ انا جرسي برن بكير. يا والحكي اللي بدك تحكيه؟ الحواب صبحي ما الحواب؟ هون صعب نحكي، صعب صعب. بكره ان شاء الله انا بجي لعندك على المحل وبنحكي على راحتنا. تضرب ما اغلظك. لمين هي صبحي؟ للممثلة تضرب ما اغلظك. ايه ايه وهينا بالشيء اللي جبتها ما بدك تاكل منه. ايه والله مو حلوه. اسيدي كلون انتو كاني اكلتون انا. يا ابو صبحي شو هلا من العطيه؟ لكن روح ان شاء الله باكل دندور ما طلعتك يا رب. وانا مستجير بالله عز وجل. سلام عليكم. وعليكم السلام. سلام وصلك الباب. شرف سيدي. الله يخليك. شكرا. سلام عليكم. كنت وياك على خير. عمل بيت وحليناها بس المعاش بدنا نساوي فيه. لطيف لك شو هاي؟ هيك العلم يا بلا.
عفرة وقلة واجب وعشقة ولا بكي وقلة زوق 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 فترة غلبة يا ويلي 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 يا ويل مل عيلي مل عيلي مل عيلي يا ويل وقلت زو 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 فترة غلبة